بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. سنقوم بحل هذا التمرين المقترح في التحريضات البسيطة. في البداية لا تنسى زيارة موقع سبيلك للنجاح في الهندسة المدنية ونفس الصفحة في الفيسبوك التي تحمل نفس الاسم، صفحة سبيلك للنجاح في الهندسة المدنية على الفيسبوك. إذن فلنبدأ على بركة الله. نقرأ التمرين. القاضي مثبت ومعلق في مسند علوي، وهو مكون من ثلاث أجزاء متغيرة المقطع العرضي. كل جزء من أجزاء القضيب عبارة عن معدن خاص، نوع هذه المعادن على ترتيب فولاذ نحاس ألمنيوم. تؤثر عليه قوى محورية. وطانا هذا فولاذ تأثر عليه من 30 كيلو نيوتن مع 30 كيلو نيوتن، وهذا نحاس تأثر عليه 25 كيلو نيوتن مع 25 كيلو نيوتن، وهذا ألمنيوم تأثر عليه قوة قدرها 10 كيلو نيوتن. المعطيات أعطانا المعادن فولاذ معامل المرونة الطولي تاعه 21 في 10 قوة 4، النحاس معامل المرونة الطولي تاعه 11 في 10 قوة 4، الألمنيوم معامل المرونة الطولي 7.5 في 10 قوة 4. المطلوب واحد قالك احسب رد الفعل المسند العلوي على القضيب. اثنين قالك في كل مقطع من مقاطع القضيب احسب ما يلي: الجهد الناظمي مع ذكر نوع التحريض والإجهاد الناظمي سيجما، التشوه المطلق دلتا آل. ثلاثة قالك استنتج قيمة التشوه المطلق الكلي دلتا آل توتال القضيب وحدد طبيعته. أربعة قالك ارسم منحنى الإجهاد الناظمي على طول القضيب. إذن هنا شرا مدلنا هنا هذا المعدن تاعو فولاد، هنا المسند الطول تاعو هنا 20 سنتيمتر، والمقطع تاعو مربع طول 40 مليمتر. النحاس طول هنا 14 سنتيمتر، والمقطع أيضا مربع طول 32 مليمتر، والألمنيوم هنا طول تاعو 8 سنتيمتر، والمقطع دائري القطر تاعو 24 مليمتر. وقالك حسب لي رد الفعل على في رد الفعل للمسند العلوي على القضيب. إذا رحنا قلنا نمثلو رد الفعل هنا في المسند، هذا المسند المكتوب رد الفعل للشاقولي في أ، راح نمثلو هنا في أ ونحسبو ونحسبوا قيمة في أ. إذا نطبقوا مجموع أف بالنسبة لإجراك، مجموع أف بالنسبة إلى إجراك تساوي الصفر. عندنا في أ هنا في الاتجاه الموجب في أ، وعندنا هنا ناقص 30 مع ناقص 30 مدينا ناقص 60، وهنا زائد 25 مع زائد 25 مدينا زائد 50، وهنا ناقص 10. الاتجاه الموجب هذا هو الاتجاه الموجب، ناقص 10 تساوي 0، تولي لنا في أ تساوي لنا 20 كيلو نيوتن. نروح للسؤال الثاني. السؤال الثاني قال في كل مقطع من مقاطع القضيب احسب ما يلي: الجهد الناظمي الآن مع ذكر نوع التحريض والإجهاد الناظمي سيجما، والتشوه المطلق دلتا آ. إذن هنا رانا نقسمو الآن للشكل إلى مقاطع، راح يكون هذا هو المقطع الأول، راح يكون هذا هو المقطع الأول هنا، وهذا هو المقطع الثاني، هذا هو المقطع الثالث. نبدأ من الأسفل نتجه نحو الأعلى، أو نبدأ من الأعلى ونتجه نبدأ منه، ويكون عندنا هذا هو المقطع الأول، يكون عندك كي تبدأ من الأعلى يكون عندك هذا هو المقطع الأول، تدخل هنا في أ. يكون هذا هو المقطع الثاني، يكون هذا هو المقطع الثالث. احنا الآن نبدأ من الأسفل ونروح شوار أعلى. احنا عندنا في أ هنا، عندنا في أ في اتجاه الموجب، عندنا ناقص 30 مع ناقص 30 تعطينا ناقص 60، عندنا زائد 25 مع زائد 25 تعطينا زائد 50، وعندنا هنا ناقص 10، وبالتالي في أ راح تعطينا 20 كيلو نيوتن. بعد نقسم مقاطع القضيب يكون عندنا هذا المقطع الأول، هذا المقطع الثاني، وهذا هو المقطع الثالث. ونكملوا إلى غاية بأن نحسبوا رد الفعل للجهد الناظمي ان والجهد الناظمي سيجما، وبعد نحسبوا رد الفعل للتشوه المطلق دلتا ان. طول المقطع الأول قلنا هو 8 سنتيمتر، بالتالي الإيكغيك تاعنا راح ينتمي من 0 حتى 8 سنتيمتر، وعندنا هنا 10، وهنا راح تولدنا ان واحد. إذا نطبقوا مجموع اف بالنسبة إلى إجراك تساوي الصفر، تولينا ان واحد ناقص 10 تساوي الصفر،
ان واحد ناقص عشرة تساوي صفر، تولي لي ان تساوي ان واحد تساوي لنا 10 كيلو نيوتن. نروح نحسبوا الاجهاد الناظم لسيجما واحد. سيجما واحد تساوي لنا ان واحد على اس واحد، عادي الشكل هنا دائري. اذا اس واحد راح تساوي لي مساحة الدائرة هي بي دي مربع على 4، بي دي مربع على 4. تالي سيجما واحد راح تساوي لي ان واحد قلنا على اس واحد اللي هي 10، على اس واحد اللي هي 3.14 مضروبة في القطر 24 مربع على 4. وهنا 10 عدنا بالكيلو نيوتن، ان واحد عدنا بالكيلو نيوتن، حولها النيوتن ضرب 10 قوة 3، ونحسب هذا المقدار، طلع لي سيجما واحد تساوي، طلعنا سيجما واحد 22.12 ان راهي بالنيوتن واس راهي بالمليمتر مربع، تطلع لي نيوتن للمليمتر مربع. نيوتن على المليمتر مربع هو نفسه الميجا باسكال، عندنا واحد ميجا باسكال تساوي لنا واحد نيوتن للمليمتر مربع. تالي سيجما واحد راح تساوي 22.12 ميجا باسكال. إذا راح نحسبه التشوه دلتا ال، تشوه مطلق دلتا ال، دلتا ال واحد وش يساوي؟ يساوينا ان واحد في ال واحد على من؟ على اس واحد في او تاع الالمنيوم. عندنا سيجما واحد وش يساوي؟ يساوينا ان واحد على اس واحد، تالي هاد القيمة ان واحد على اس واحد وش تساوي؟ هي نفس سيجما واحد، يطلع لي دلتا ال وش يساوي؟ دلتا ال واحد. هذه قلنا هي سيجما، هذه دل ان واحد على اس واحد، ان واحد على اس واحد هي نفسها سيجما واحد، يطلع لي سيجما واحد ضرب ال واحد على او، ونحسب سيجما واحد شحال طلع؟ خرجنا 22 فاصل، سيجما واحد خرجنا 22.12 ميجا باسكال، علمنا لا او تاع الالمنيوم، او تاع الالمنيوم 7.5 × 10^4، 7.5 × 10^4 في ال واحد تاع الالمنيوم اللي هو 8 سنتيمتر، نحولوه لمليمتر، تولي في 80 مليمتر، سنتيم في المليمتر نضرب في 10. كنا دلتا ال هنا نعرفوا العلاقة تاعو هي ان واحد ان في ال على او في اس، تالي ان واحد هذه على اس واحد هي نفسها سيجما واحد، هي نفسها سيجما واحد، تولي لي سيجما واحد على او في ال واحد، لانه كان نخدم بان واحد لازم نحول ان واحد لنيوتن و ال نحولو للمليمتر، الاو نروح ثاني نموديفي فيها ونحولها للنيوتن على المليمتر مربع او على المليمتر مربع، و اس تكون لي بالمليمتر مربع، حندير خدمة على روح. وبالتالي نستغل قيمة سيجما واحد، إذا تطلع لي دلتا ال واحد تطلع لي 0.024 مليمتر، 0.024 مليمتر. إذا الآن نروحوا للمقطع الثاني، المقطع الثاني قلنا يكون في هذا الجهة. المقطع تاعو مربع 32 مليمتر، تالي رسم بهذا الكيفية، تدخل هنا 10 كيلو نيوتن مع 25 هذه المتجهة نحو الأعلى و 25 لهنا، تولي لي ان 2 + 25 + 25 هي + 50، ونقصو منها هذا العشرة لهنا، نقصو منها هذا العشرة لهنا، تولي -10 = 0، تطلع لي ان 2 هي -40، وندير نوع التحريض، ديروا انضغاط في الاول، انا ما درتش نوع التحريض، ديروه شد
لقينا قيمه موجبه في الاول، لقينا قيمه موجبه بتالي شيء نروحو لسيجما 2، الجهاد الناظمي سيجما 2 يساوينا ان 2 على اس 2، ان 2 لقيناها ناقص 40 و اس 2 اللي هي مساحة المربع، المقطع تاع النحاس مربع 32 ملم، مساحة المربع هي الضلع في الضلع، بالتالي 32 في 32 تولي 32 مربع، ناقص 40 قلنا كيلو نيوتن حول نيوتن، تعطيلي سيجما 2 ناقص 39.06 نيوتن على المليمتر مربع اللي هو هي نفسها الميجا باسكال. هي نفس الميجا باسكال. نروحوا لدلتا ال 2 تشوف مطلع دلتا ال 2 يساوي ان 2 على في ال 1 على من في ال 2 عفوا في ال 2 عفوا هنا على اس 2 في او، قلنا هذه هي السيجما 2 ان 2 على اس 2 هاي وين ان 2 على اس 2 هنا هي نفسها هذه القيمه، وبالتالي هي نفسها السيجما 2 في ال 2 على او، ويطلع لي ال 2 هي 14 سنتيمتر، نحولها للمليمتر تولي 140 ملم، تطلع لي دلتا ال 2 هي 0.05 بالناقص 0.05 ملم. نروحوا الان المقطع الثالث، المقطع الثالث يجيني هنا، المقطع الثالث يجيني هنا ما ندخلش في ار، ما ندخلش هذه في ار ما تدخلش، ندي فقط هاد 30 وهاد 30 مع ان 3. كون بديت من الاعلى، كون بديت من الاعلى في الاول يجيني المقطع الثالث هنا ما ندخلش العشرة، العشرة هذه ما تدخلش، دائما القوة اللي تكون في الطرف في المقطع الأخير ما تدخلش. نجيو المقطع اثنين هنا، المقطع اثنين قلنا يجينا في هذا الشكل، عندنا 25 مع 25 وهنا العشرة، وان اثنين هنا، شوفوا الرسمة اللي راني رسمها هنا، هاي الرسمة اللي رسمها هنا. بالتالي قلنا مجموع اف بالنسبة لإكراك عندنا ان 2 وعندنا 25 مع 25 اللي هذه تولي لي زائد 50 وعندنا هذه ناقص 10 يعطي لي ان 2 ناقص 40، ونوع التحريض هو انضغاط. في الأول ما درتش شد، في المقطع الأول ما درتش شد، ديرو شد، نوع التحريض شد. سيجما 2 يساوينا ان 2 على اس 2، اس 2 المقطع تاع النحاس هذا ومربع مساحة المظلة المربع هي ضلع في ضلع، بالتالي 32 في 32 اللي هي 32 مربع، تطلع لي سيجما 2 ناقص 39.06 نيوتن على المتر مربع اللي هو نفسه الميجا باسكال. دلتا ال 2، دلتا ال 2 يساوي ان 2 في ال 2 عفوا هنا ال 2 على اس 2 في او، ان 2 على اس 2 هذه، ان 2 على اس 2 هي نفسها سيجما 2 هاي وين، ان 2 على اس 2 اللي هي نفسها سيجما 2، تولي سيجما 2 في ال 2 عفوا في ال 2 على او تاع النحاس. ال 2 اللي هو الطول تاع المقطع هذا اللي هو 14، عندنا 14 سنتيمتر نحولوها للمليمتر تولي 140 ملم، وبالتالي تولي ناقص 39.06 في 11، هذه بالميجا باسكال وهذه اللي هنا بالميجا باسكال وهذا بالمليمتر والطول بالمليمتر، تروح الميجا باسكال مع الميجا باسكال كوحده، تبقى لنا دلتا ال 2 من وحده ال اللي هي بالمليمتر، تطلع لنا دلتا ال 2 يساوي ناقص 0.05 مليمتر. نروح المقطع الثالث لنا الآن والأخير، نبدأه بالأعلى، المقطع الأخير نبدأه بالأعلى، تدخلنا هنا في أ، تولينا في أ، وهنا تولينا آن 3، وهنا تولينا آن 3. ذا المقطع الثالث، هنا عندنا في أ، هنا عندنا آن 3، مجموع أ بالنسبة لإكراك في أ نحو الأعلى. وان 3 متجه نحو الاسفل، بالتالي في ا ناقص ان 3 يساوي صفر، توليني ان 3 تساوينا ندو ان 3 للطرف الاخر، توليني ان 3 تساوينا في ا، وفي ا لقيناها 20 كيلو نيوتن. سيجما 3 هي ان 3 على اس 3، ان 3 20 نعاودوها الكيلو نيوتن، كيلو نيوتن حتى نيوتن نضربوها 10 قوة 3، توليني 20 في 10 قوة 3 على اس 3 اللي هو المقطع تاعو مربع اللي هي 40 مربع. تطلع لي اس سيجما 3 هي 12.5 نيوتن على المليمتر مربع اللي هو نفسه الميجا باسكال. دلتا ار 3 نفس الكيفية، هي ان 3 على اس 3 في ال 3 على او، وان 3 على اس 3 هذه هي نفسها السيجما، هي نفسها السيجما 3 اللي هي 12.5، وال 3 هو 20 سنتيمتر هنا، حولوه للمليمتر تولي 200 على او تاع الفولاذ اللي هو 21 في 10 قوة 4، تطلع لي دلتا 3 اللي هي 0.0119
نقربها ندير 0.012. ولا تقدر تبدا ايضا من لها، تقدر تبدا من اللي نكملوا كما كنا بادين من الاسفل. قطع 3 فرضا، شوف معايا قطع 3، نبداو كما كنا بادين من الاسفل. هي من الاحسن تبدا من الاعلى باش تسهل على روحك عملية الحساب. شوف معايا نبداو حنا من الاسفل كما كنا بادين. هنا تولي لهنا ان 3، تولي لهنا، شوف معايا هنا تولي هنا ان 3 بهذه الكيفية. نطبقوا مجموع اف بالنسبة لإكراك، راح نطبقوا مجموع اف بالنسبة لإكراك، شوفوا نلقاو نفس النتيجة اللي هي 20 كيلو نيوتن ولو. مجموع اف بالنسبة لإكراك تساوي 0، عندنا ان 3 متجهة نحو الأعلى، وهذه راهي 30 مع 30 نحو الأسفل. شوف معايا ان 3 ناقص 30 مع 30 شحال 60، نزيدو 25 مع 25 اللي هي زائد 50، ومننساوش العشرة هذه اللي هي نحو الأسفل ناقص 10. واش تولي لي هذي؟ 50 مع ناقص 60 ناقص 10، نقصو منها ناقص 10، تولي ناقص 20، ندور الطرف الثالث إلا الآخر، تولي 20 كيلو نيوتن. نكملو نفس سيجما 3 و 3، إذن خرجت نفس النتيجة اللي هي 20 كيلو نيوتن. ولا تبدا كاع من بداية القطع، تبدا من الأعلى، تبدا من الأعلى هنا. صح هنا شفنا كي بدينا القطع الثالث ديناه من الأسفل، الفئة التالية ما تدخلش، الفئة هذه ما دخلتش، دينا هنا القطع الثالث، تولدني هنا ان 3، وفئة ما دخلتش، فئة اللي قيمتها 20 كيلو نيوتن ما دخلتش. معناها أنت وكان تبدا من الأعلى، فرضا راك بديت من الأعلى وجيت مهود هنا، دير القطع الأول تاعك هنا تدخل في الفئة، القطع الثاني هنا، القطع الثالث هنا، صح القطع الثالث ما تدخلش القوة هذه اللي في الطرف، القوة هذه اللي في الجانب هنا ما تدخلش. إذا نروحوا الآن للسؤال اللي قالك استنتج قيمة التشوه المطلق الدلتا أي الكلي للقضيب وحدد طبيعته. إذا نجيو للسؤال الثالث اللي قالك استنتج قيمة التشوه المطلق الكلي للقضيب دلتا أي التوتال وتحديد طبيعته. إذن حنا لقينا دلتا أي 0.024 ملم، دلتا أي 2 ناقص 0.05 ملم، ودلتا أي 3 0.012 ملم. إذن دلتا أي التوتال تولي لي هي دلتا أي 1 زائد دلتا أي 2 زائد دلتا أي 3، يخرج لي ناقص 0.014 ملم. إذن دلتا أي الكلي خرجنا ناقص 0.014 ملم. إذن طبيعته، طبيعته لقيناها سالب، إذا دلتا آل توتال هذا راه أقل من صفر، وبالتالي طبيعته هي تقلص، نكتبو تقلص. ولقيناه موجب نديرو تمدد، تلقى دلتا آل توتال موجب دير تمدد، لقينا حنا سالب نديرو تقلص. إذا نروحو للسؤال الرابع الأخير اللي قالك ارسم منحنى الإجادة الناظم من سيجما على طول القضيب. نجيو للسؤال الرابع اللي قالك ارسم منحنى الإيجاد الناظمي على طول القضيب. هنا عندنا منحنى سيجما، وهنا عندنا منحنى الإكراك بالسنتيمتر. سيجما 1 لقيناه 12.5 ميجا باسكال، سيجما 2 ناقص 39.06 ميجا باسكال، وسيجما 3 22.16 ميجا باسكال. إذا هنا سيجما 1 شحال لقيناه؟ قلنا 12.5 ميجا باسكال، جينا هنا 12.5 ميجا باسكال، نرسم بهذا الشكل على طول 20 سنتيمتر. هي قيمة موجبة، ندير قيمة موجبة وندير تعشير بهذا الشكل. سيجما 2 لقينا هنا ناقص 39.06، تجينا هنا ناقص 39.06 قيمة سالبة، ونقوم بهذا التعشير. سيجما 3 لقيناها 22.16، تجينا في هذه الناحية ونديروا التعشير بهذا الشكل موجب. وفي التالي ندير توضيح مجالات الرسم بهذا الشكل، ندير هنا بهذا الشكل، يعني انت تدوب الستيلو، انت كي ترسم منحنى الإجهاد راح تدوب الستيلو كما بهذا الشكل. بهذا الشكل حتى ننتهي من كافة المقاطع. إذن نهينا هذا التمرين، إن شاء الله تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في التالي
لا تنسى زيارة صفحة أو موقع سبيلك للنجاح في الهندسة المدنية. ونفس الصفحة التي تحمل نفس الاسم، صفحة على فيسبوك، صفحة سبيلك للنجاح في الهندسة المدنية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.